أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. رؤية تركيا لعام 2023 عبارة تتكرر على المنابر السياسية والاقتصادية في تركيا وخارجها، وهي رؤية صاغها الرئيس رجب طيب أردوغان حين كان رئيسا للوزراء. ويتزامن موعد الرؤية مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية ومعاهدة لوزان التي تم توقيعها في 24 من تموز عام 1923. فما هي هذه الرؤية وما هي أهميتها بالنسبة لتركيا وما انعكاساتها المتوقعة على دول المنطقة، وما أبرز العقبات الداخلية والخارجية أمام تحقيقها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان الدكتور ياسين أوكتاي. أهلا بك دكتور ياسين. حدثنا بداية عن هذه الرؤية عام 2023، يتم الحديث عنها بكثرة في جميع المحافل والمنابر. ما هي هذه الرؤية وماذا تعني بالنسبة لتركيا؟ والله يعني الجمهورية التركية الحديثة أسست في 1923، يعني ما لها علاقة مع لوزان. يعني أول دعني أقول في من يظن أنا بعد 100 سنة هي السنوية مئوية للاتفاق اللوزانية، ولكن هذا ما لها لا علاقة لها إلا مئوية. يعني 100 سنة هي رقم مهم، يعني في السنوية مهمة، يعني لا في شك. كل يعني مئوية يعني نعم. وصلت ل 100 سنة العمر التركي الجمهورية التركية، وهذا كان الهدف الذي وضع أمام الشعب التركي عندما أسس حزب العدالة والتنمية قبل 16 سنة أو 17 سنة في 2001. عندما أسس هذا الحزب نحن وضعنا هذا الرؤية، نعم، الرؤية للمستقبل. يعني عشان يعني هذا هو نجاح هذا الحزب، يعني هو له قدرة وله رؤية واسعة، رؤية مستقبلية للشعب التركي. وهو فرقه في من يضع كل تلك الرؤيات، ولكن لا حزب في السابق أنجز ما وعده إلا حزب العدالة والتنمية. يعني في أثناء 13 سنة في السلطة، لأن وصلنا إلى 15 سنة ونصف، يعني نحن في 16 ما شاء الله في السلطة في الحكم، وفي حكم حزب العدالة والتنمية وعد كثير من الأشياء، والحمد لله أنجز أكثر من ما وعد. أكثر من ما وعد. يعني الخطة هذه تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لها؟ طبعا، يعني في 2023 وضعنا هذا الهدف، حتى نهاية الآن نحن وعدنا أنجزنا أكثر من ما وعدنا، ولكن في 2023 لنا وعود أكثر. على سبيل المثال كنا نعد بأن النمو أو الدخيل الفردي سيصل إلى 25 ألف دولار، أو الاقتصاد التركي سيصل إلى التصدير التركي سيصل إلى 500 مليار دولار فكذا. ولكن الآن في شوية تأخر، أنا سأقول، ولكن كان له أسباب طبعا سنتحدث عن هذه الأسباب، ولكن الرؤية هي رؤية. ليس الآن بعد ما اقتربنا كثير لل 23، ما بقى خمسة سنوات، خمس سنوات فقط. يعني في خمس سنوات ما سنفعل؟ هذا هو رؤية ضيقة الآن، بدأت تضيق. نحن نحتاج إلى رؤية أوسع من هذه. الآن لنا الرؤية في 2023 هي واضحة، ولكن مع ذلك لنا رؤية بعيدة. هذا الآن الرؤية القريبة، ولنا الرؤية البعيدة هي 2053. من سينفذها؟ الأجيال القادمة. الجيل القادم طبعا، يعني نحن نعتمد على الجيل القادم، ونثق بالجيل القادم. و53 يعني 53 هو سنوية فتح الإسطنبول، فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية 1453، نعم، هذا يعني 600 سنة من فتح القسطنطينية. الآن إن شاء الله هذه ستكون لنا شيء، رؤية جديدة إن شاء الله. وبعد ذلك 2071، هذه الرؤية بعيدة. 2071 هذا هي فتح
أناضولي من قبل الأربصلان. هل سيسمح المجتمع الدولي لتركيا بتحقيق هذه الرؤية جميعها؟ سنأتي إلى هذا بالتفصيل. أريد أن أسألك عن ارتباط رؤية 2023 والرؤى اللاحقة بموضوع النظام الرئاسي الذي استفتى عليه مؤخرا في تركيا. هل لهذين الأمرين أي علاقة؟ أي أمرين يعني؟ النظام الرئاسي أعطاء صلاحيات إضافية للرئيس، هل هذا الموضوع متعلق بتحقيق هذه الرؤية؟ ليس يعني مباشرة، ولكن طبعا يمكن أن نؤسس هذه العلاقات طبعا. يعني لو كنا نبقى في إطار أو في نظام البرلماني كان لا يصعب لنا تحقيق هذه الرؤية، لأن النظام البرلماني يعني يعرقل كثير من الأشياء. يعني يحتاج الدولة لابد أن تكون شوية موحدة، رغم أن اعتراف بالمعارضة لها حق، ولا لابد أن يكون لها دور كبير في إنتاج الأفكار المختلفة والمعارضة والتبني الأفكار المختلفة، ولكن لابد أن لا تعرقل التقدم، لا تعرقل النمو، لا تعرقل المصالح الأمة، مصالح الشعب. لأن المعارضة النظام البرلماني شوية أحيانا يعارض مصالح البرلمان في مشاريع لابد أن يحققوا، ولكن المعارضة يعني تعارض هذا التحقيق، هذا تلك المشاريع. يعني لابد أن يكون أكثر من يأتي بتصويت أو بتأييد الشعب، لابد أن يكون له الصلاحية لتحقيق بعض المشاريع، أن لا يعرقل من قبل المعارضة. وهذا النظام الرئاسي يعطي أكثر طبعا صلاحية وأكثر سهولة لتحقيق الأهداف ولتحقيق بعض السياسات. في أحيانا نأتي إلى في النظام البرلماني يأتي ائتلافات، والائتلاف حزب يجر إلى مكان وحزب إلى اتجاه، وحزب آخر يجر إلى ائتلاف آخر، وفي أثناء فترة من الانتخابات 4 سنوات لا تستطيع أن تعمل أي شيء. هذا مررنا من تلك المراحل في أثناء الائتلافات، يعني الحكومات الائتلافية في بين 2000 في السبعينات في أواخر الستينات، كلها تجارب فاشلة. كل تجارب فاشلة في أثناء الآن. عندما ننظر إلى تاريخ تركيا من 50 إلى 2018 نرى كل النمو والتطور في تركيا حصل في بعض الفترات الذي كان يحكم حزب واحد. نعم، الرئيس أردوغان قبل أيام دشن تحالف الشعب في الانتخابات الرئاسية مع رئيس حزب الحركة القومية. هناك تقارير تتحدث عن احتمال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. هل هناك معلومات بهذا الخصوص؟ لا يوجد هذا الاحتمال الآن، ولا يوجد أي بحث عن هذا الموضوع. يعني هذا أخبار ستجري يعني في وقتها. ستجري في وقتها، يعني لأن من النقاط الذي يفتخر به رجب طيب أردوغان وحزبه هو نحن نضع الحكومة في أو تركيا تكون في تخطيط الزمن أو جدول زمني التي يتيح فرصة للكل عشان يعني يرتبوا أمورهم، ولا تكون تركيا دولة أو مجتمع أو بلدة كل شيء غير متوقع وكل شيء مفجئ. يعني لا يأتي شيء مفجئ لا سيما في النظام. يعني لتحقيق أو ربما أمام تحقيق رؤية 2023 هناك الكثير من العقبات والكثير من التحديات، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. لو بدأنا بالداخلي، هل شكل الانقلاب العسكري أو محاولة الانقلاب أبرز هذه التحديات والعقبات وربما التأخر في تحقيق هذه الرؤية؟ طبعا يعني لا أقول الانقلاب فقط، من قبل هذا الانقلاب الذي كان انقلاب مباشر وكان انقلاب واضح، وكان من قبل ولكن انقلابات أخرى كانت أحداث التقسيم. بعد ما حصل تركيا وصلت إلى في 2013 وصلت إلى $11,000 دخيل الفردي في تركيا، وتركيا أنجزت مناقصة لبعض المشاريع الكبرى العظمى،
الذي يعني تأسيس المطار اسطنبول الثالث وتأسيس الجسر الثالث في على اسطنبول والقناة اسطنبول، تلك المشاريع يعني كان حجمهم وصل إلى 46 مليار دولار أو أورو في يوم واحد. نعم. عملنا تلك المناقصات وصفينا كل الديون التركية للصندوق النقد الدولي. نعم. صفيناه ما بقى، وأعلننا أن لو هم يريدوا يطلبوا يحتاجوا تقرضوهم، نحن مستعدين القرض لهم. هذا كان التحدي من تركيا. نعم. وبعد طبعا أسبوع بدأوا ينتقموا من تركيا. بدأ من ينتقم من تركيا أيادي خارجية، طبعا قيادة خارجية، وأرادوا أن يعمل أحداث التقسيم لم يكونوا يعني شيء من الصدفة يعني. كانت 2013 2013 مع الحركة التمرد في مصر في نفس الوقت، كان بالتزامن. وعندما رأينا ولاحظنا تلك المظاهرات والاحتجاجات في المشاريع والاشتباكات في المشاريع مع الجيش مع الشرطة، كلهم كان كأنهم يقلد ما يجري في مصر، يحكي ما يجري في مصر، نفس الشيء في نفس الوقت، كان مأكل طبخ في نفس المطبخ. يعني هذا الشيء، هذا كان انقلاب، كان محاولة انقلابية شكل من أشكال الانقلاب، الدليل يعني. شكل من أشكال الانقلاب. ما حصل في مصر كان انقلاب، ولكن أتى بصورة الشعب يريد. نعم. بالشعب يعني، وهذا ما كان يراد لتركيا، الشعب نفس يريد. الشيء كان نفس الشيء، أرادوا أن يقولوا شعب التركي يحتج إلى حكومة تركيا ويريد أن ينقلب، أن ينسحب أردوغان. وطبعا فشل في تركيا الحمد لله. عندما رأت رجب طيب أردوغان قال في أنا لو أنتم 50% ولو بأغلب العام أنا أحكم على 50% هم في بيوتهم في مساكنهم، أنا لا أستطيع أن أمسكهم في بيوتهم، لو أنا أخليهم يعني أسمح لهم الخروج يكون صدام، أنا لا أسمح للصدام. نعم. وبدأ المظاهرات ضد مظاهرات مضادة لتلك الأحداث التقسيم. رأينا ملايين في الشوارع يحتجوا على هذه المظاهرات الأحداث التقسيم يعني. هذا كان رد على هذا، نفس الشيء ما حصل في مصر. الرد كان عندما الناس اجتمعوا في ميدان التحرير، الناس مضادهم في اجتمعوا في ميدان رابعة. نعم. ولكن للأسف النظام الدولي النظام الدولي سامح للانقلاب وتبناه وقال هذا هو ليس انقلاب. نعم. يعني لم تجنب من أن يسميه انقلاب، يعني هذا شيء عار على هذا النظام الدولي الذي يفتخر بأنه هو دولة القيم القرن العشرين وقرن الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يوجد هذا الشيء، كلهم لا يسمى. وبعد هذا الانقلاب بدأ الانقلاب القضائي. قضائي. القضائي طبعا. القضائي في 17 ديسمبر و 25 ديسمبر الذي حصل من قبل تنظيم فتح الله جولان الإرهابي الذي جاء بهذا الانقلاب القضائي بصورة القضاء، كأنه يحارب الفساد يعني. نعم. مكافحة الفساد، واتهم رجب طيب أردوغان ووزرائه بأنهم منخرطين في الفساد. نعم. وأراد أن يحكم عليهم بهذه الطريقة، ولكن رأينا كل المدعيين العموم والقضاة كانوا منظمين بينهم وكانوا مرتبطين بتنظيم فتح الله جولان. هذا كان يعني خطير. نعم. لأن اتهام بالفساد هو شيء لا شك. خطير لا شك، ويعني هو مواجهته هو أصعب من مواجهة الانقلاب الحقيقي. نعم. لحساسية موقع القضاة والقضاء. نعم. في تركيا. إذن أحداث تقسيم، ثم ما أسميته انقلاب القضاة، وبعد الأحداث البيكيكي التي أرادت أن تعمل في المدن القباني، أحداث قباني نقول لهم. نعم. أحداث قباني يعني كان من آخر الانقلاب. وفي 7 جون. نعم. في 7 جون الانتخابات، في الانتخابات رأينا حلف جديد يعني أسس ضد حزب العدالة والتنمية، والذي أيد حزب الشعوب الديمقراطي الذي يؤيد حزب الباكيكا،
وهذا كان من نوع غريب. نوع من مداخلة، كان مداخلة، لا يقول انقلاب لا يقول، ولكن كان مداخلة عشان يؤثروا على النظام التركي بطريق الانتخابات. نعم. وكان حزب الشعوب الديمقراطي صرف أكثر فلوس من حزب العدالة والتنمية، رغم أن حزب العدالة والتنمية هو في الحكم. نعم. وهو يغلب على الكل، يعني هو 50% يأخذ في الانتخابات. نعم. يعني هو من حقه أن يصرف خمس ضعف. نعم. من أكثر من حزب الشعوب الديمقراطية، ولكن حزب العدالة والتنمية لم يصرف أكثر من حزب الشعوب الديمقراطية لأنه كان يدعم من الخارج. يعني. طيب. بعد أحداث كوباني أتى الانقلاب العسكري. وبعد 7 جون الانتخابات. نعم. أتى الانقلاب، الانقلاب العسكري الذي فشل. الانقلاب العسكري. كل هذا المداخلات والانقلابات طبعا أثروا على اقتصاد التركي. يعني أبطأ. لولا طبعا. لكانت تركيا في موقع متقدم الآن. أكثر متقدم الآن. الدخيل الفردي للأسف هو ما زال في 11 في 11 ألف دولار. يعني منذ 5 سنوات وقف، تجمد يعني. يعني كان عليه أن يصل إلى 20 ألف دولار عشان كنا يكون لنا أكثر يعني رؤية حقيقية في المستقبل في 2023. نعم. يصل إلى 25 دولار كما استهدفناه. ربما ليست التحديات الداخلية فقط هي التي تقف أمام هذه الرؤية. طبعا. هناك تحديات طبعا. خارجية. من يعني هو الذي يدعم؟ الدول العظمى هل ستسمح لتركيا بهذا النهوض؟ على سبيل المثال ذكرت حضرتك المطار الثالث. هذا المطار منزعجة ألمانيا منه كثيرا وغيرها من المشاريع. هل سيسمح المجتمع الدولي لتركيا بالتقدم نحو رؤيتها؟ والله يعني طبعا سيحاولوا وسيبذلوا كل جهودهم عشان يمنعوا تركيا من تحصل على هذا التطور، ولكن نحن سنصير في هذا الطريق، سنصير ونصير في هذه المسيرة إن شاء الله، وأحد لا يستطيع أن يوقفنا يعني. أيضا تركيا تعيش في محيط غير مستقر، الخرائط تتغير حول تركيا خاصة في جنوب تركيا في الشمال السوري. الخرائط تتغير، ربما سيسير الأمر إلى تقسيم هذا المحيط غير المستقر حول تركيا، ألا يؤثر أيضا على هذه الرؤى؟ طبعا هذا من مؤثرات الخارجية ستؤثر على، ولكن أحيانا أقول لكم، دعني أقول لكم يعني في شيء، نحن نؤمن بالله. نعم. ونؤمن بكتاب الله. كتاب الله يقول عسى أن تكرهوا شيء فهو خير لكم. نعم. أحيانا ترى شيء شيئا وهو خير، وشيء كره ونكرهه، ولكن فيه خير ونرى الفرص فيه. يعني الحمد لله في من يريد أن يتداخل. كل هذا المداخلات الذي حصل في ما أحصيته. نعم. كلهم جعلوا لنا أخيار كثير يعني. لا سيما الانقلاب العسكري الذي فشل، المحاولة الفاشلة، أعطانا فرصة لأن نرى في خونة في داخل الجيش. هذا الجيش هو كان المسؤول عن مكافحتنا للإرهاب الذي كنا نحن نظن نحارب الإرهاب ولكن لم نحصل على أي شيء. الآن هل تم تطهير هذه المؤسسة؟ 40 سنة نحن كنا نحارب الإرهاب بدون تقدم ولا شبر. لماذا؟ اللي كان في خوانة في داخل الجيش. الآن الوضع اختلف؟ الآن الوضع اختلف، الآن لنا جيش. ترى في بداية بعد ما صفينا من الجيش حوالي ثلث من الجيش تصفى من الجنرالات. طبعا أكثر من ثلث، ربما كلهم تابعين لجماعة جولان، كانوا تابعين لفتح الله جولان، لتنظيم الجولان، ومن من ذي الرواتب يعني كلهم مناصب وكلهم. نعم. تصفوا من الجيش. عندما صفيناهم من الجيش كنا نظنهم يحاربوا الإرهاب ويكونهم كانوا يعملوا باسم تركيا، ولكن كانوا لم يعملوا باسم تركيا، إلا كانوا يعملوا باسم فتح الله جولان الذي هو مرتبط ببعض العناصر كأنت تعلم إلى من هم مرتبطين طبعا بالCIA وبالولايات المتحدة التي لها مخطط. والآن نرى ما هو المخطط. المخطط هو جعل دولة من عندهم يظنون الدولة أو يزعم تكون دولة كردية ولكن لا علاقة مع الأكراد. نحن لا ننزه الأكراد من هذه العملية ومن هذه التلويث.
لأن الأكراد هم أحفاد صلاح الدين أيوبي، ليسوا وأحفاد صلاح الدين أيوبي لا يليق لهم إلا لمكافحة الصليبيين والصهيونيين، لا يليقهم، لا يليقهم ولا يستحقوا أن يكونوا جزء أو عناصر أو كتائب في 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 جيش الصليبي. لكن جماعة فتح الله جولن ما زالت تشكل خطرا على تركيا. نعم. أليس كذلك؟ الحمد لله الخطر ليس كبير الآن، ولكن يشكل شيء يزعج تركيا. يعني في من ما يعني يعملوا بعض العمليات يعني يدوروا رؤية تركيا أو سمعة تركيا في الخارج، وأيما نذهب نرى في عناصر في الإعلام ويدوروا ويلوثوا سمعة تركيا للأسف، ولكن الحمد لله ما بقى لهم أي قدرة لأي محاولة انقلاب أو أي شيء ضرر. نعم. ما هو الشكل المتوقع للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي في تركيا 2023؟ في 2023 نحن نتوقع ونتمنى الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي في داخلها مشاكل تحل مشاكلها، نحن نتمنى أن تحل مشاكلها أول، لأن هذه المشاكل هي خوف من اليهود، خوف من الأجانب، وخوف من الإسلام. الخوف الإسلام هو خطر كبير لهم، لأن الخوف اليهود الأجانب والإسلام يعني يضيق رؤية الأفق أوروبا ويجعلها عنصري، يجعلها شعب أو أمة عنصرية ولا تستطيع أن تتمدد. القوة الاتحاد الأوروبي هي بأن تتبنى العناصر المختلفة، يعني التنوع، ولو يزيل التنوع في داخل أوروبا هذا تكون نهاية الاتحاد الأوروبي، ونحن نتيح فرصة للاتحاد الأوروبي عشان تكون مسمى باسمها وتكون لائقة باسمها، لأن هذا الحالة خوف من اليهود، من الأجانب، من الإسلام لا يليق بالاتحاد، لا يليق بالاتحاد. هل ما زالت تركيا حريصة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ طبعاً يعني تركيا هي حريصة على. ما وضع المفاوضات الآن؟ هي مع المفاوضات في بعض المشاكل، ولكن نحن نتمنى ونبحث عن الطرق وعن عن الوسائل للحوار يشغل، يعني يكون شاغل بيننا. نعم. تحول تركيا من مرحلة إلى أخرى لتحقيق رؤية 2023 هل يقتضي تحول ربما داخل الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية من مرحلة أيضا إلى أخرى؟ قبل أيام التقطت صورة للرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماع في البرلمان، على يمينه بن علي يلدرم رئيس الحكومة وعلى يساره رئيس الحكومة السابق أحمد داود أوغلو. هل هناك إعادة لشخصيات كبيرة إلى المشهد من جديد كأحمد داود أوغلو وعبد الله جول مثلا؟ طبعا يعني هذه يعني حزب العدالة والتنمية هي جماعة وأعضاؤها لا يتركوا الجماعة، يعني أول دعني أقول هذا الشيء، يعني نحن لا أبدا الحزب لا يتهم بالأعضاء، ربما يأتي بعض الاختلافات بين قيادة الحزب أو بعض الأعضاء الحزب، ولكن حزب العدالة والتنمية هو يحتضن ويستوعب كل الأطراف، وبينهم طبعا أحمد داود أوغلو كان في اختلاف بينه وبين الرئيس، ولكن هذا الاختلاف لا يكون خصومة، الاختلاف في السياسة من الاحتمال دائما، ولكن هذا لا يعني خصومة، بل هو تنوع في الحزب، وما زال هو عضو مهم له رؤية مهمة، رغم أن الآن هي على الجانب، لكن هي له رؤية مهمة ونحترمها ونقدرها دائما إن شاء الله سيكون معنا. هل يمكن أن نرى ربما قريبا السيد أحمد داود أوغلو أو السيد عبد الله جول في منصب من المناصب الرسمية في تركيا؟ والله هذا شيء من الاحتمال طبعا، لا وارد، لا يعني أستطيع أن أستنكر وأتجاهل عن أي احتمال. نعم. في السياسة كل شيء يمكن. نعم. كل شيء من الاحتمال يعني، ولكن هل هو شيء، لكن لا يوجد حديث الآن عن هذا. نعم. الموضوع، هل هو شيء من المحدث؟ لا. لا. طيب ماذا عن شعبية حزب العدالة والتنمية اليوم في تركيا؟
ماذا عن هذه الشعبية في ظل عملية قصة الزيتون، وأيضا في ظل انطلاق تركيا بقيادة هذا الحزب إلى رؤية 2023؟ يعني المشهد عن شعبية حزب العدالة والتنمية ما زال هي أكبر وأقوى في الشعبية، أقوى شعبية. وفي ظل هذه العملية غصن الزيتون، تأييد شعبية حزب العدالة والتنمية لهذه العملية هي نحو 100%. يعني دعني بالتدبير أقول 99%، يعني ليس بالاحتياط، ليس بالاحتياط يعني. ولأن هذا العملية غصن الزيتون لها شعبية كبيرة، يعني تتجاوز عن 90% يعني، وبينهم الحزب الشعوب حزب الشعب الجمهوري، أحزاب المعارضة. لا أتوقع إلا من شعبية حزب الشعوب الديمقراطي الذي هم يؤيدوا PKK، هم يعارضوا هذا، ولكن بقية كل الأحزاب معهم حزب الشعب الجمهوري مع هذه العملية. بهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان الدكتور ياسين قطاي على هذه المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.